بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن العناية التمريضية عند مرض الزلال عند الحامل. طبعا وزن الأم الحامل كل أسبوعين في الأشهر الأولى مهم جدا من الحمل، طبعا ثم يتدرج وزن جسم الحامل عند أخصائي الوزن. طبعا يتم وزن جسم المرأة الحامل كل أسبوع في الأشهر الأخيرة فيه، وأيضا يجب فحص البول لمعرفة كمية الزلال عند كل زيارة، وأيضا قياس الضغط وتحويل الأم الحامل عند يعني الطبيب المختص إذا تم يعني ملاحظة أي نوع من أنواع الارتفاعات في الضغط، يجب يعني إعطائها العلاج اللازم كي يعني يعني نتدارك الأمر في بخصوص ارتفاع نسبة الزلال في الجسم وفي الجلد بالتحديد. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.